امرأة ربطت باللولب فإذا أتتها الدورة الشهرية عليها. نعم. امرأة ربطت باللولب فإذا أتتها الدورة الشهرية عليها فإنه ينزل لمدة 3 أيام دم لونه بني، ثم بعد ذلك تنزل الدورة لمدة 7 أيام، فهل تعتبر المدة الأولى 3 أيام من الدورة؟ نعم، إذا كانت متصلة بالدورة فهي منها 3 أيام ثم نزل الدم يعني متصل، فإنه يعتبر من الحيض، وتكون عادتها 10 أيام، زادت، والعادة تزيد أحيانا. نعم.